168 يبقوا فوق. طبعا عرض الشنطه هنا 22 بعمله فين؟ في 40. تمام. نرجع ورا طبعا عشان اظبط المقاس. اتك اول حاجه اتكل على الايه السهم النازل تحت، تمام، اللي هو ال اللي هو اللونج، تمام. ده طول الشنطه 40 اهوت، يعني 400. بسيف طول ما دي بترعش لازم انا اسيف اهو كده، انا سيفت. تمام؟ لا مفيش مساحة تمام. بس برجع ارجع بقى اشغل. تمام؟ تعالى بس كده، تعالى لي. طبعا قطعت اهي، بص خليني اخد دي وبعد كده ماشي. قطعت ليه؟ الحرارة كده ايه؟ عالية. نشوف برضو تاني اهو، اجرب تاني كده ايه؟ الحرارة بتاعتي عالية. تمام؟ ممكن اعلي السرعه. بص عليت السرعه. طبعا اللي بيطلع ده هواء، هواء كده في الشنطه. تمام؟ اوقف اشوف ايه اللحام بتاعي عامل ايه. اهو تمام كده. اجرب احط الحجازات بتاعتي اهي، تمام، عشان الشغل بقى يطلع نظيف. تمام؟ واحجز عليها بالبتاع. تمام؟ اشيل دون اول تجربه. تمام؟ عايز ارفع دي فوق، ارفعها اهو الشمع، عايز ارفعها فوق ارفعها عادي. بسم الله. طبعا هي بتطرقع الشنطه، بتطرقع دلوقتي ليه؟ الهوا لسه، خدت بالك؟ شوف اللحم بتاعها. كده اللحم فاكك ليه؟ علينا السرعه، علينا السرعه، اللحم فاكك اهو. تمام؟ اللحم لما يبقى فاكك كده انا معلي السرعه. دي كده فكت لحام اللي انا قلت لك عليه. تمام؟ عليت السرعه وما عليتش الحراره. اهو اقلل السرعه تاني اهو. بص السرعه بتبان لك هنا اهي. تمام؟ اجرب الحمام بتاعت اهي. تمام؟ تمام؟ اللحام لما يبقى فاكر كده يا عم عادل، اللحام لما يبقى فاكر كده يبقى كده الحراره ايه؟ الحراره مش مظبوطه. تمام؟ اما اللحام لما يبقى كده اهو كده ايه؟ تمام يا عم عادل؟ كده اللحامات تمام. ممكن اهدي، عايز اسرع مثلا المكنه، عايز اسرع المكنه، اعمل المكنه ايه؟ بطيئه معايا شويه. اعمل ايه؟ اقوم معلق، اوقف المكنه واقوم ايه؟ بزود الحراره، بزود، بتك على الست ماشي؟ وازود اهو مثلا وليكن عملتها ايه؟ 175 واقوم سايب وما شغلش، وما شغلش الا لما الحراره ترفع. تاخد الرقم اللي انت عايزه. تمام، ما شغلش المكنه الا لما الحراره ترفع.
تمام يا باشمهندس؟ طبعا والعلامات بتاعت حضرتك اللي انا معلمها لك هنا اهي برضه تمام؟ كله وقف تمام. نيجي على ما الحراره ترفع تعالى نكتب بقى المقاسات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المقاسات في الشنطه اللي هو اول حاجه العرض 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 والطول. تمام؟ العرض بيبقى 20 تمام؟ ثابت اللي هو بيبقى في كام؟ في 30 اللي هو 300 اللي انت بتكتبه على المكنه ايه؟ 300. ال 22 ماشي وبرده في 20 بيبقى فيه 40 اللي هو 400 وفي 22 فيه 400 اللي هو ايه؟ 40 سم تمام؟ وعندك اللهم صل على النبي 26 فيه 45 اللي هو 400 وكام؟ و50 وال 35 بيبقى فيه 60 اللي هي 600 تمام؟ دي المقاسات بتاعت الاكياس اللي هي متداوله في السوق اللي هي الاستاندر تمام؟ تمام. نرجع نبص على الحراره بتاعتنا رفعت؟ الحراره رفعت اهي تمام؟ اهي بتسمع صوت الكونتاكتور تيك تيك خدت بالك؟ وبتشوف هنا اهو اللي انت ظبطته تحت طلع لك ايه؟ فوق تمام. سم واشغل بسم الله اشغل اهو ازود السرعه السرعه كانت 32 بشغل اهو بشغل اهو كل ما بتزود اهو بقت على 41 43 تمام وايه واشوف اللحام يعني انا زودت وعملت يبقى اشوف اللحام تاني اللحام تمام اهو كمان ماشي المكنه بتصفر ليه؟ عشان وصلت للعدد اللي انا ظبطته انا ظابطها على 90 خدت بالك؟ اوقف عايز شويه حراره كمان اديها لحد ما اللحام بتاعي يبقى تمام التمام خدت بالك؟ شفت احنا كنا ظابطين هناك على البيوض خدت بالك؟ كنا ظابطين على كام؟ 170 170 وكانت جايبه تمام والسرعه كانت كام؟ 43 بتختلف من مكان لمكان في الحراره ومن خامه لخامه شفت احنا هناك كنا جربنا ايه هناك احنا بنعمل ايه تمام يا عم عادل تعالى بقى اعرفك على مكونات المكنه دي طبعا الشمعه الشمعه دي بتساعد معاك على الايه على رص الشنط زي ما حضرتك شايف كده لو حطيت ايدك تحت والمكنه شغاله كهربك كهربا عليه خدت بالك دي طبعا السكينه اللي بتقطع الايه الشنطه تمام نيجي هنا الطرافيل دي الطرافيل السحب الامامي اللي بتسحب ايه الشنطه ديت المسطره المسطره دي اللي بتعمل ايه بتجيب لك اللحمين يا في الاول يا في الاخر يا الحم في الاول يا الحم في الاخر تمام دي طبعا المكوه تمام المكوه نرجع ورا دي الطرافيل السحب الخلفي ودي الموتور بتاعها المقص بيتكون من ثلاث مواتير المقص السنجل بيتكون من ثلاث مواتير تمام ثلاث مواتير موتور سحب امامي اللي هو بتاع الطرافيل اللي قدام موتور سحب خلفي اللي هو اللي ورا موتور رئيسي اللي بيشغل الميكانيكا كلها بتاعت الايه المقص زائد بقى عندك هنا الفلتر الانفلتر ده بينظم الكهرباء تمام خدت بال حضرتك والدرايف الدرايف ده بياخد ايه بياخد من الانفلتر برضه تمام تمام عندك بقى لوحة التحكم اللي هي اللوحة ديت خدت بالك دي بتظبط منها طول الشنطة وبتظبط منها عدد الشنط تمام طبعا التشغيل ده تشغيل اهوت وده ايقاف وده سرعة المقص بزود السرعة منه وبقللها ده بيطلع المقص وينزله هو السكينة والمكوة ده بيسحب الشنطة لقدام وده بيسحب الشنطة ايه يرجعها لورا تمام بالظبط تمام وده الفوليوم بتاع السحب الخلفي اللي هو الفوليوم بتاع السحب وده الزرار بتاعه اهوت وده الاون والاوف اللي هو بايه بيشغل المكنه العمومي ويفصله وده الايه الاون والاوف برده بتاع العداد بتاع الايه الحراره تمام تمام بص الحاجات اللي بتزيد في قلب المكنه اللي لازم يبقى ايدي فيها على طول السكينه دي السكينه اهي السكينه مربوطه فيها العمدان بتاع السكينه بزيت عليها من هنا بديها زيت من الناحيتين من هنا ومن الناحيه الثانيه والمكوه كذلك بزيتها من هنا
ومن هنا، ومن الناحيه الثانيه كذلك الزيت بيتحط هنا كده بالمزيته، والزيت بيتحط هنا كمان بالمزيته. تمام تمام. تبدا تشغل بقى ماكينتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتشغل الماكينه وانت شغال بتدوس على الحراره، تطمن على الحراره كل ايه كل مره. تمام الحراره تمام 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 كده. بصوا معدتي ايه مظبوطه وكنيتي تمام. كل ما الشغل يطلع تمام بكون الشغل كده بحط الشغل اهو ماشي بحطه هنا اهو تمام بحطه اهو تمام كده تمام كده. كل ما يطلع شويه تحطهم خد بالك وايه لحد ما تكون شويه حلوين وطيب وتروح على المجلس. شغل بقى المص شويه كده شوف برضه بره اللي حماها كده عشان نساعدك. استنى بقى كل ما تطلع شويه لكن بقى بص الهالك بيرجع تاني للمصنع انت بتعينه خدت بالك عشان ما يبهدلش منك شقاره اللون كل يوم مع لونه خدت بالك. ما شاء الله ما شاء الله المكنه شغاله معاك تمام. هو بيبقى هايش ليه؟ الشغل خفيف الشغل ده خفيف خدت بالك بيبقى هايش. انت بتاخده زي ما انا بقول لحضرتك كده زي ما انا عملت كده بتكون ايه؟ مبططه كده ايه؟ تمام؟ تمام. كل جهاز برضه بيتفرد زي ما هو تمام؟ طب حطيته هنا جابت العدد اللي انا اللي انا قايل عليه خلي بالك عشان تساعد من ايه؟ من ايدك الشمعة. بص الشمعة اصلا فيها كهرباء لو حطيت ايدك تحت منها هتبهدلك. خلي بالك من نقطة زي دي حتى انت سامع لها زن عاملة زي انت. بص شوف مفك هنا اهو في مفك هنا مفك بص يا باشمهندس عادل كهرباء عالية عاملة زي المولد بتاع الكهرباء خدت بالك؟ برضه الشغل اهو برضه تاني ماشي بسم الله بحط على الشغل اهو خدت بالك؟ انا بجمع طبعا شويه شغل عشان ايه؟ احطهم على المكبس. طبعا المكبس ده انت بتعمله كده خدت بالك؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا انا هضطر ان انا اوقف المقص عشان اشغل المكبس. عادل انت تجيب فيك وتجيب المفاتيح. لا هيكون مفاتيح كل فتره ببص على الجمار تحت برضه كده ايه؟ لسوعة الشنطة. ممكن برضه ابص على الشنطة ازاي؟ اقوم بص على كده. شوف المحام بتاع من الاضاءة ضعيفة واللمبة سمرا بص ممكن تبص عليها. ايوه ده تمام؟ بص على المحام ده حط ده شويه شغل ايه؟ كويسين وبعدين نص ايه؟
لا الصفا بس في شنطة جبتها برا.